كان حالة كده، كان مليان أحداث شعبي، مليان دراما، كان يعني كان 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 حالة وصلت للناس، يعني طلعناها من قلوبنا وصلت قلوب الناس. يمكن عشان خاطر هو كان جاي من الـ من الـ من الشعب فعلا، من الشارع هو وصل ده. طب أهم اللقطات اللي هي ركزت عليها أو حسيت إن فعلا الجمهور حاببها؟ ركزنا على الأكشن، ركزنا على الإنسانيات، ركزنا على الحالة اللي ما بين عوضي وما بين وفاء عامر وما بين رياض الكولي، دي كانت أقوى حالة في الموضوع. تكريمك النهاردة، تكريمك. الحمد لله، الحمد لله، تكريم تتويج كده عن النجاح اللي حصل. كلمة شكرا بتبقى ليها وقع كبير قوي يعني. الحمد لله. شايف ان الفنان احمد العوضي هياخد شعبية كبيرة فيما بعد، يعني قول لي يعني هو كفنان بيبقى عامل ازاي، اهتمامه بالدور بيعمل؟ هو خد شعبية خلاص، احمد العوضي نجم من نجوم مصر النهارده ونجم من نجوم الصف الاول. انا اقصد ان هو ده بيزيد يعني الكيرف بتاعه بيزيد. طبعا هو لسه هيزيد اكتر واكتر، ده لسه اول مسلسل لوحده بعد ياسمين، فكل مره هيزيد اكتر واكتر، كل مره هو عنده الدافع ده وهو عنده النجوميه دي. كل سنه هتلاقي احمد العوضي اقوى من السنه اللي قبلها. والله عفوا يا فندم.